بعدم استقبال اهداف والاهداف كانت قريبه جدا في اول غفله دفاعيه لنادي صلاله. شارج طافت عليه فريق واحد ليكمل عدد الثمانية. كرة مرسولة حتى هذه قاسم البلوشي تسديدة أو إيه إلى تمريرة تسدد يا تشام تشام 10 على 10. سونغا يمر بشكل جميل، سونغا يمر، سونغا عرضية، أوه يا تشارلز بارك الله فيك. غدا يستضيف نادي عمان محاولة تتخلص وتتجدد، عادت Memories too.
ركلة ركنية لعبت على طول وفي النهاية بالجول. أوه لمسة ستيفي في اللحظات الأخيرة يا دوب أبعدها إلى قرب.